الصدمة هي ظاهرة لتغيرات تخفق فيها الدورة الدموية، إما لهبوط الضغط أو انخفاض كمية الدم الدائر إلى درجة الخطر. والسبب في ذلك أن الدم الذي يغذي الأعضاء الحيوية يصبح غير كاف لتوفير المدد اللازم من الأكسجين لقيام هذه الأعضاء بوظيفتها، والصدمة بحالة خطيرة قد تكون مميتة. هنالك عدة أسباب للصدمة يمكن حصرها بمجموعتين رئيسيتين: الأولى فشل مضخة القلب ويصبح ضغط الدوران الدموي ضعيفا، والمثال على هذه المجموعة تأثير الصعق الكهربائي وانسدادات الأوعية الدموية التاجية الإكليلية التي تمد عضلة القلب بالدم. الثانية نقص كمية الدم الذي يدور في أنحاء الجسم كما يحدث في النزف الداخلي أو الخارجي. أما في الحروق وحالات القيء والإسهال فقد ينقص القسم السائل من الدم لدرجة يتقلص معها مقدار الدم وتحدث الصدمة. يتفاعل الجسم تجاه الصدمة بتحويل الدم المتوافر نحو الأعضاء الحيوية كالدماغ، القلب، الكليتين، بعيدا عن الأنسجة الأقل أهمية كالجلد مثلا. والألم والخوف والجلوس والوقوف يمكن أن تزيد من شدة الصدمة. الأعراض والعلامات: يصبح المصاب شاحبا أو رمادي اللون، أوضح ما يكون ذلك في القسم الداخلي من الشفاه. يبرد الجلد ويكون باردا ورطبا من العرق. قد يشعر المصاب بضعف وقد ينتابه إغماء أو دوخة. يصبح النبض سريعا وضعيفا. يكون التنفس سطحيا سريعا. قد يصبح المصاب قلقا أو متململا ويتثاءب أو يلهث عوز الهواء. قد يشكو المصاب من العطش. قد يشعر بغثيان وقد يقيء. تحتمل إصابته بفقد الوعي. الهدف تحسين تزويد الدماغ والقلب والرئتين بالدم وتدبير النقل السريع إلى المستشفى. المعالجة: لا تحرك المصاب بدون داع. عالج أي إصابة بوسعك معالجتها كالنزف الخارجي مثلا. قلل من تحريك المصاب قدر الإمكان وطمأنته. اجعله يستلقي على ظهره واجعل رأسه منخفضا ومدارا إلى جهة واحدة للتخفيف من أخطار القيء. ارفع ساقيه واسندهما على ملابس مطوية أو أشياء أخرى مناسبة. فك الملابس الضيقة عند الرقبة والصدر والخصر. احفظه من الحرارة القصوى والدنيا وحافظ على راحته ولفه ببطانية أو سجادة أو معطف إذا لزم الأمر. رطب شفتيه بالماء ولكن لا تسقه أي شيء. عالج الإصابات الأخرى: تحقق من سرعة التنفس والنبض ومستوى الاستجابة كل 10 دقائق. إذا أصبح التنفس صعبا أو توقعت حصول القيء ضعه في وضع الإفاقة. إذا فقد وعيه افتح مسلك الهواء لديه وتحقق من التنفس وعمل على إنعاشه إذا وجدت ضرورة لذلك، ثم ضعه في وضع الإفاقة. اعمل على نقله بسرعة إلى المستشفى مع المحافظة على وضع المعالجة. ارفع أسفل النقالة. تنبيه: طمئن المصاب وابق معه طوال الوقت. لا تعطيه أي شيء يأكله أو يشربه. لا تستخدم أكياس الماء الساخن لأن ذلك يزيد من جريان الدم في الجلد ويبعده عن الأعضاء الحيوية. لا تسمح للمصاب بالتدخين.